حمدي وعمرو زكي ومصطفى محمد، على اساس ان انت جبت سيره مصطفى محمد من المهاجمين اصحاب البنيه القويه، هل انت كنت بتفضل ان المهاجم يكون صاحب بنيه قويه ولا صاحب مهاره؟ بص، يمكن مصطفى يميل لعمرو شويه، انا اميل لحد ما شويه لمتعب، وده شرف ليا طبعا من نقطه ان انا يعني عندي ناحيه الدوران شويه او في ال 18 من اللف، يعني ناحيه المهاره يعني اعلى شويه انا ومتعب فيها يعني. وده مش تقليل يعني من عمرو، احسن الناس تفهم غلط او مصطفى، لكن يعني طريقه لعبنا مختلفه شويه. مين افضل اتفضل، مين افضل مهاجم في تاريخ الكره المصريه؟ افضل مهاجم يعني سؤال صعب، اصل في كذا حد مره في تاريخ، في كابتن محمود الخطيب طبعا نحط بسميه رقم واحد، في كابتن حسام حسن، في متعب، لا في ناس، في زيدان وفي عمرو، لا في ناس كتير بصراحه، يعني مش عايزين نحدد شخص معين، كلهم نجوم وكلهم كباتن كبار يعني. مين المهاجم اللي يشبه سيد حمدي دلوقتي؟ اللي يشبهني في طريقه اللعب؟ لا مفيش خالص، مفيش، لا المهاجم الاساسي لمنتخب مصر يمكن الفتره دي مصطفى، لسه مايل شويه لعمرو من الناحيه الجسمانيه، بتمنى ان شاء الله يعني يطور ويضيف للمنتخب مصر. اصعب مدافع لعبت عليه؟ وائل جمعه. ليه؟ وائل ما بيركزش في اي حاجه غير في ان هو يقطع الكوره، يعني يزهقك على طول، حتى لو اترقص بيرجع لك تاني، ما كانش باصص لنقطه ان هو الناس بتتفرج عليا انا هترقص من عيل صغير او من عيل كبير او يعني وتفري، يعني اي حد بيلعب قصاده كان شاغل باله بان هو ازاي الكره ما تخشش جون او المهاجم ده ما يعديش منه. فده من اصعب المهاجمين اللي انا لعبت قصادهم يعني. اخيرا